اسبوع جديد وثلاث اسبوع جديده. طلعت الاسبوع ده زاكس. زاكس من اشهر مطاعم الفرايد تشيكن اللي موجوده في مصر. مصر بقت مليانه مطاعم فرايد تشيكن، زاكس اشهر واحد فيهم كلهم تقريبا. فاتحين في مصر من 2016 وقدروا يسمعوا كويس جدا مع الناس ويعملوا 8 فروع: مدينه نصر ومصر الجديده والمعادي والتجمع و6 اكتوبر والهرم وحدائق الاهرام وطريق مصر اسكندريه الصحراوي. طلبت المنيو كله بتاعهم. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حلو عندهم وايه اللي عادي وايه اللي اي كلام، عشان تلوموا من عندهم انتوا عارفين تاخدوا منهم ايه. والاسعار اللي اتحط كلها النهارده شامله الضريبه وشامله كل حاجه، هيدفع عليها التوصيل بس. يلا بينا. اكل وصل، تعال نفتح ونشوف ايه الدنيا. يلا بينا. دي حلقات بصل اونيون رينجز، واحد اتنين اربع حلقات بصل، خمسة. نبدأ بقى بالأونيون رينجز. حلوة قوي قوي، والبريدنج اللي عليها من بره ده اللي هو المحطوط فيها حلوة قوي قوي قوي، مختلف عن أي مكان كلت فيه قبل كده، جميلة. ودي موزاريلا ستيكس، ثلاث قطع. خش على الموزاريلا ستيكس. مش احسن موزاريلا ستيكس تاكلها في حياتك، بس مش وحشه، حلوه. بس انا في حاجه مضايقاني، ثلاث قطع ب 29 جنيه ده كتير. وده هالبينو فرايز، يبقى فرنش فرايز معاها هالبينو. هما جايبين هالبينو بره، هنحطهم على بعض كده. خش بقى على فرايز هالبينو. شكل هالبينو يفتح النفس جدا، شكله عظيم قوي. بطاطس محمره وعليها هالبينو بس، حلوه مش وحشه. ودي فراير ووركس، بتبقى بطاطس محمره وبيف بيكن، وبرده جايبين البيف بيكن بره، هنحطه على بعض كده. نخش على الفرايز وذ ووركس، اللي هي لو ترجمتها حرفيا بطاطس بالشغل. بطاطس محمره وعليها بيف بيكن، بس طبعا ناقصها جبنه. لو عليها جبنه مع البيف بيكن والهالبينو برضو لو عليه جبنه هيبقى احلى طبعا. من غير جبنه فقير شويه. استعمل بيف بيكن تحفه، حلوه قوي. دول التسع سندوتشات بتوع زاكس، مع اني مأكد عليه ان هو يكتب لي على كل واحد اسمه، بس ولا واحد مكتوب عليه اسم. فهطلع بقى كده واشوف كل واحد عباره عن ايه. كل ساندوتش بينزل معاه واحد فرايز وواحد كول سلو، فدول تسعة فرايز وتسعة كول سلو بتوع كل ساندوتش. بس الفرايز شكلها مزيت كده، وبص الاكياس كلها زيت. هنشوف دلوقتي. ده موتزاريلا مادنس، يبقى صدور فراخ مقليه ومايونيز وخس وطماطم وخيار مخلل وقطعتين موتزاريلا ستيكس وجبنه موتزاريلا. وده تشيز سوبريم، يبقى صدور فراخ مقليه ومايونيز وخس وطماطم وخيار مخلل وشريحتين جبنه شيدر وصوص جبنه شيدر. وده ذا بيت، يبقى صدور فراخ مقليه ومايونيز وخس وطماطم وخيار مخلل وصوص باربيكيو بيف بيكن وصوص جبنه شيدر. وده ذا رانشر، يبقى صدور فراخ مقليه وصوص رانش وبيف بيكن وخس وطماطم وخيار مخلل. ده زاكس كلاسيك بايت، يبقى صدور فراخ مقليه ومايونيز وخس وطماطم وخيار مخلل وشريحه جبنه شيدر. Thank you.
خش بقى عشان شوت الدبل ده بيك زاك، يبقى طبقتين فراخ مقليه وشريحتين جبنه شيدر ومايونيز وخس وطماطم وحلقات بصل، بس انا مش شايف حلقات بصل خالص، هنشوف دلوقتي، وخيار مخلل وصوص باربيكيو وجبنه شيدر سايحه وتركي مدخن. وده الفات فورستر، يبقى طبقتين فراخ مقليه وخس وطماطم وخيار مخلل ومايونيز ومشروم متغطي بصوص فلفل اسود. وده ليفنتاين رش، يبقى طبقه فراخ مقليه وتركي مدخن وشريحه جبنه شيدر ومايونيز وخس وخيار مخلل صوص باربيكيو وطبقه شاورما فراخ من فوق صوص جبنه. ده الفاير بيرد، يبقى طبقتين فراخ مقليه وشريحتين جبنه شيدر وفلفل هالبينو وخس وطماطم وخيار مخلل وفاير صوص وصوص جبنه وبيف بيكن وحلقات بصل، بس انا برده مش شايف حلقات البصل. دي تندر سوبريم ميل، بتبقى 4 قطع فراخ مقلية تقدم معاها بطاطس وكول سلو. فرايد تشيكن باستا، بتبقى مكرونة مع قطعة فراخ مقلية وجبنة بارميجان وصوص زاكس ومتغطي بطبقة جبنة موتزاريلا وبيدخل الفرن. ممكن تختارها صوص احمر او صوص ابيض، انا اخترت دي صوص احمر. ودي فرايد تشيكن بيتزا، بتبقى فراخ مقليه ومعاها زيتون وسلامي وصوص زاكس ومتغطي بطبقه جبنه موتزاريلا وبتخش الفرن برضو. ممكن تختارها صوص ابيض او احمر، دي اخترتها ابيض بقى عشان ننوع. خلصت اكل خلاص، اقول لكم بقى الخلاصه. الابتايزرز عندهم المقبلات محتاجين يهتموا بيها اكتر من كده شويه، حاجات بسيطه قوي هتفرق معاهم كتير جدا. يعني مثلا الفرايز بالهالبينو، ده الهالبينو عندهم عموما تحفه تحفه، النوع اللي الهالبينو مستخدمينه نضيف جدا، لو زودوا عليه جبنه شيدر سايحه بس هتفرق في الطعم كتير جدا وهتخليه احلى بكتير، مش كلامهم حاجه. الفرايز وود وركس اللي هو بالبيكن ده حلو جدا برده، نفس الكلام لو تزود عليه جبنه شادر سايحه هيبقى عالمي. الموزاريلا ستيكس 3 قطع موزاريلا ستيكس 29 جنيه شايفه غالي، وطعمها مش الواو يعني كانت عاديه خالص. اونيون رينز كان جامد قوي وطعمه مختلف عن اي مكان كلته فيه قبل كده بره، حلو قوي. السندوتشات بقى ارجوكوا نفسي تبطلوا الاحجام الفظيعه دي كده، نفس الاحجام الدبل دي يعني اعملوا منها هي بس سنجل، ولو عايز تخلي دول زي ما هم خليهم، بس للي عاوز الحاجات العجيبه دي، الابقاء بقى اللي تعرف تفتح تاخد كل ده، انما الناس العاديه تحب تاكل وتستمتع بالاكل اعمل لهم نفس الحاجه دي بنفس الميكسات ونفس كل حاجه على صغير. اجمد سندوتشات في الصغيرين، نبدا صغيرين الاول. موتزاريلا مادنس ده ما كانش واو، الموتزاريلا طعمها مش واضح فيه فما كانش مدي ميكس فظيع. تشيزي سوبريم ده اجمد ساندوتش في زاكس كلها، ده اجمد واحد عندهم عموما، التشيزي سوبريم ده رقم واحد. ذا بيت كان حلو برضو، وكان طعم الصوص الباربيكيو فيه واضح وجميل، مع ان انا ما كنتش متخيل ان ممكن الباربيكيو يبقى حلو مع فراخ، بس طلع حلو جدا.
ده رانشر حلو، بس صوص الرانش يا اما يتغير يا اما يزودوه عن كده، لان ما كانش واضح فيه شويه. زاكس كلاسيك بايت ده ما كانش حلو، ده كان عادي خالص، لان ما فيهوش الصوصات اللي تخليه ينور او يعمل بومينج، كان عادي خالص. فاجمد واحد في السنجلات اللي هو تشيزي سوبريم، ده اجمد واحد. نخش على الدبل بقى، بيج زاكس عالمي عالمي وحلو جدا جدا، ما يعيبوش بس غير حجمه. فات فورستر ما حبيتوش قوي، اللي هو بالمشروم والفلفل الاسود وبتاع، الميكس مع بعضه ما عجبنيش، ما حسيتوش ان هو الواو يعني. ليفنتاين رش حلو للي بيحب الفرايد تشيكن الحرشه، اللي هو شاورما فراخ وفي نفس الوقت فرايد تشيكن مع بعض. الميكس كان بالنسبه لي عكس بعضه شويه، بس حرش مدي حرشان كده، فمش وحش شغال. الفاير بيرد عالمي دولي، صوص الفاير مع الهالبينو اللي مستخدمينه نار نار يا حبيبي نار، فده كان عالمي. لو هنختار واحد في السنجل اجمد واحد هيبقى التشيز سوبريم، واجمد اتنين في الدبل البيج زاك والفاير بيرد، واجمد واحد فيهم كلهم التشيز سوبريم. الوجبات اللي هي تندر سوبريم دي ما كانتش واو، كانت عاديه. التتبيله ما كانتش فظيعه، الفراخ مش هقول ناشفه بس مش جوسي انف، مش جوسي قوي، عاديه خالص يعني. الفرايد تشيكن بيتزا والفرايد تشيكن باستا الاثنين حلوين، بس الفرايد تشيكن بيتزا احلى احلى بكتير. الميكس بتاع الزيتون مع البيكن مديها طعم احلى بكتير من الباستا. الباستا ما كانتش واو، كانت عاديه خالص يعني، مع الصوص الابيض ده. وانا طالب اصلا رات صوص، بس الصوص فيها مش واضح. فمكرونه فرن ماسكه نفسها شويه، مش فظيعه يعني. الميكس بتاع التشيكن بيتزا كان احلى بكتير. بس كده، هي دي كانت طلعت الاسبوع ده. حد الاسبوع الجاي ان شاء الله في اسبوع جديد وطلعه جديده، اشوفكم على خير. يا الله سلام. Every single day.